فقدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية الاتصال بمركبتها الفضائية شاندريان 2 في انتكاسة لخطة الهند الطموحة للهبوط بمسبار غير مأهول على القمر. وكان الهدف من هذه المهمة إنزال مركبة وروبوت متنقل بالقرب من القطب الجنوبي للقمر على بعد نحو 384 ألف كيلومتر عن الأرض، فضلا عن وضع مسبار في مدار القمر. وكانت بهذا الأمر ستصبح الهند رابع دولة تحط مركبة من صنعها على سطح القمر بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين.